السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون تشيز كيك اللي كتجي سهلة بزاف. كنتمنى تنال اعجابكم وخليكم معايا حتى الاخر. اول حاجة غادي نبداو بها هي الكريمة. غادي ناخدو كريم شونتي، غادي نزيدو معاه كاسونس ديال الحليب وغادي نطربو مزيان بالطراب اليدوي. من بعد ما طربتو مزيان حتى طلع غادي نجي دابا غادي ندير الشكلاط يذوب. المهم الشكلاط الكميه اللي بغينا، غادي ندير معاه جوج ديال بيرلي. صافي دابا غادي نخلطو حتى يتجانس مزيان، ومن بعد غادي نزيدو هناك هاد القهوه. بالنسبه لي انا عندي نسكافي، نتوما اي قهوه سريعه الذوبان بان بغيتو ديروها ديروها. صافي وغادي نخلطو مزيان حتى يتجانسو جميع المكونات ونكملو الباقي. كتشوفوا دابا غناخد واحد الكميه من لاكريم شونتي، غادي نديرها مع الشكلاط حتى تجانس، عاد نعاود نخويها ونعاود نخلط الطراب الكهربائي. بيان سيغ ما بغيتش نديرها غير باش ما تنزلش ليا هذيك لاكريم شونتي حيت الشكلاط شويه سخون. بعد ما غادي نطربو مزيان غادي ندخلو الثلاجه شويه غير بعد ما كملت الباقي ونخرجو. بالنسبه لهنايا خديت 3 ديال الباكيات هيرنيس، طحنتهم شويه يعني ماشي بزاف غير شويه، وغادي نزيدهم واحد ياغورت ديال الشكلاط وغادي نخلطهم مزيان ونديرهم في القالب اللي غادي نخدم به. صافي وغادي نكبو الخليط في القالب. بالنسبه لي انا ما دهنتوش، نتوما اللي بغى يدهنوا يدهنوا. غادي نبسطوه بطريقه متساويه باش تجينا مقاده. خرجت الخليط من الثلاجه، بسطته عليها مزيان بطريقه متساويه، ومن بعد غادي نعاود نخشيه في الثلاجه تقريبا شي 3 سوايع ولا 4 هكاك بما تشد فراسو مزيان. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما كتشوفوا. انا زوقتها بشويه ديال الفيرميسيل من الفوق، نتوما كل واحد كيزوقها على الطريقه اللي بغا والشكل اللي بغا، وكنتمنى تكون نالت اعجابكم. وصافي هذه هي النهايه ديال لا فيديو. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. باي باي، في فيديو جديد ان شاء الله.